السلام عليكم، مساء الخير، نتعرف عليك. السلام ورحمة الله. فيصل القديمي من حاضنة بادل، تصنيع متقدم. حياك الله مهندس فيصل. مهندس فيصل، وش خدمات اللي تقدمها حاضنة بادل تصنيع متقدم؟ الخدمات اللي نقدمها للي خلينا نقول للي عندهم افكار، في الغالب تكون خدمات استشارية، تصنيع نماذج الأولية، نعطيهم الخدمات اللي يحتاجونها كورشة، مكان يشتغلون فيه، يحتاجون معلومات عن منتج معين أو حاجة معينة، أن نأمن لهم كل هالأشياء هذه اللي تساعدهم علشان يخلصون المنتج حقهم. طيب، حاضر التصنيع متقدم، في ناس يقولون أنها تأخذ أرباح المشاريع اللي تحتضن، صحيح ولا لا؟ لا، الحاضنة كل الخدمات اللي تقدم في حاضنة بادر مجانية، ولا يأخذون عليها أي حاجة. طيب، إيش الفائدة لحاضنة بادر تصنيع متقدم؟ الفائدة من هالشيء أنه دعم الشباب زين، أو دعم اللي عندهم أفكار خلنا نقول صناعية، في أنهم يتمون أفكارهم وينجحون في تسويقها للسوق أو في تنزيلها للسوق. وش أبرز قصة النجاح اللي احتضنتنا حاضنة بادر تصنيع متقدم؟ والله أنا أعتبر يعني خلنا نقول أفضل، مو أفضل، خلنا نقول أبرز قصة زين حقت أخونا خالد الخالدي زين، اللي الآن ينتج آلات تتحكم فيها عن طريق الكمبيوتر زين، لأي مقاس تبي، لأي حجم تبي، وتقدر تبرمجها، خلنا نقول مش تقدر تبرمجها، الانترفيس حقها ممكن يكون بأي لغة تبيها، بالعربي، بالهندي، بالتركي، بأي لغة تحتاجها زين، هذه ممكن يسويها لك. هذا من خلنا نقول أبرز المشاريع أو أبرز الأفكار النوعية اللي مرت علينا في الحاضنة. حاضنة بادر تصنيع متقدم لديها ورشة في الحاضنة، وش تحتوي على أجهزة؟ عندنا الهندسة العكسية الـ 3D scanning، عندنا الـ robot prototype machine اللي هي الـ 3D printer، اللي ممكن أي واحد إذا كان عنده فكرة ممكن يصممها بالتصميم ثلاثي الأبعاد، وبعدين نبدأ نخرجها له على هالآلة، هذه تبدأ الآلة تنتجها له، عرفت؟ هذه الأسماء، فضلا عن خلينا نقول ورشة بسيطة للي يحتاج مثلا أنه يخلص له قطعة معينة أو يقص له حاجة معينة أو أشياء لها علاقة بالإلكترونيات، هذه الخدمات هذه كلها متوفرة. طيب، أنا شخص غير محتضن لدى حاضنة تصنيع متقدم، لكن عندي منتج أبغى أسوي له بروتوتايب 3D برينتر أو أستخدم إحدى الأدوات مثل آلة قص الليزر أو الدريل، هل هي مجانية ومتاحة لي؟ مجانية ومتاحة لجميع الشباب، بس طبعاً لابد من التنسيق معنا. طيب، إيش رأيك في مثل هذه المؤتمرات، مثل المؤتمر السعودي حاضنات التقنية، مثل المؤتمرات اللي تقام دورياً في المملكة العربية السعودية في دعم الشباب وتعزيز دورهم في ريادة الأعمال؟ والله شوف، المؤتمرات ميزتها يعني تضم مجموعة من الخبرات، عرفت، ويصير فيها تبادل معلومات تفيد الجميع. هذا اللي أنا أشوفه بالمؤتمر. الله يعطيك العافية. الله يعافيك، يعطيك العافية.